مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج مساء الخير يا وطن. جولة إخبارية مسائية نناقش فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية والاقتصادية عبر شبكة وطن الإعلامية. معكم في الأعداد والتقديم علي الطيطي، وفي الإخراج الإذاعي محمود معطان، وفي الإخراج التلفزيوني والتنسيق محمد الزاغة. وبرنامج مساء الخير يأتيكم عبر شبكة وطن الإعلامية وبرعاية بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. ونبدأ جولتنا لهذا اليوم بأبرز عناوينها. جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد ندى في نابلس. القدس أمام عدوان جديد، وجماعات الهيكل المزعوم تنظم مسيرة أعلام الليلة وتدعو لاقتحام الأقصى يوم غد. 6 أسرى وأسيرات يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال. والأسيرات بحريبات يطلق النسخة الثانية من كتاب لماذا لا أرى الأبيض. وإلى التفاصيل. استشهد الشاب محمد عبد الحكيم نعيم ندى 23 عاما، وأصيبت مواطنة برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العين بمدينة نابلس ومحاصرتها لأحد المنازل في المدينة. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب متأثرا بإصابته الخطرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام المخيم. وذكر مصدر طبي في الهلال الأحمر بأن الشاب محمد عبد الحكيم نعيم ندى 23 عاما أصيب بالرصاص الحي في الصدر عقب اقتحام الاحتلال لمخيم العين ومحاصرته أحد المنازل، ونقل إلى المستشفى ووصفت إصاباته بالخطيرة، ولاحقا أعلن عن استشهاده. وأكد شهود عيان أن قوة من الوحدات الخاصة اقتحمت المخيم، وأن عناصرها أطلقوا النار بصورة عشوائية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في صدره بينما كان يقف في الشارع
وعدد آخر من المواطنين، ما أدى لاستشهاده بعد وقت وجيز. وننوه إلى الخبر العاجل، إصابة شاب بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين. وفي مدينة رام الله، اختطفت قوى خاصة من جيش الاحتلال شابا عند مدخل مخيم الأمعري جنوب رام الله. وأفادت مصادر محلية أن قوة خاصة تستقل مركبة مدنية اختطفت الشاب محمد سهيل العجل من على شارع رام الله القدس المحاذي لمخيم الأمعري. وميدانيا، وفي مدينة الخليل، ردمت قوات الاحتلال اليوم عدة نبعات مياه وجرفت أراضي زراعية في منطقة الهجرة جنوب مدينة الخليل. وأوضح شحدة دودين أحد أصحاب النبعات أن قوات الاحتلال دهمت منطقة الهجرة مصطحبة جرافة وخلاطات باطون ومضخة، وباشرت بتجريف أراض زراعية مزروعة بالمحاصيل الصيفية تصل مساحتها إلى 5 دنمات وتعود ملكيتها لعائلة دودين. وإلى موضوع الأسرى، قال مركز فلسطين للدراسات الأسرى بأن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من اللجوء لعزل الأسرى انفراديا، حيث يقبع في زنازيل وأقسام العزل في الوقت الحالي 37 أسيرا في ظل ظروف قاهرة لا إنسانية. وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجون الاحتلال تنفذ عقوبات مضاعفة بحق الأسرى 6 الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع خلال شهر أيلول سبتمبر عام 2021 وأعيد اعتقالهم. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأسرى 6 محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم كممجي ومناضل انفعات وزكريا الزبيدي ويعقوب القادري لا يزالون حتى اللحظة محتجزين بزنازيل عزل انفرادية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية عدا عن سلسلة من الإجراءات التنكلية التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى كعملية نقلهم من عزل إلى آخر بهدف إرهابهم واستهدافهم جسديا ونفسيا. وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال صنفت هؤلاء الأسرى 6 كأسرى شديدي الخطورة. اقتحمت وحدة القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم 24 في سجن النقب الصحراوي. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن قوات القمع اقتحمت القسم وأجرت تفتيشات واسعة في مقتنيات الأسرى. نظم نادي الأسير حفلا لإطلاق النسخة الثانية من كتاب لماذا لا أرى الأبيض للأسير راتب حريبات في مقر بلدية رام الله بالتعاون مع المكتبة الوطنية وحركة فتح وعلى شرف الأسير وليد دقة وابنته ميلاد. نشاهد وإياكم هذا التقرير من إعداد شبكة وطن الإعلامية.
لماذا لا أرى الأبيض؟ سلسلة قصص واقعية خطت من خلف جدران السجن، كتبها الأسير راتب حريبات، معبراً فيها عن محطات الألم والمعاناة في عيون الأسرى المرضى القابعين داخل ما يسمى مشفى الرملة. هناك لا مكان لأطباء يرتدون الزي الأبيض كما هو متعارف، وإنما سجان يحمل بين يديه القيود والمسدس والغاز السام، وأقصى ما يقدمه لأوجاعهم وأنينهم حبة الأكمول. الكتاب جمعه راتب، كان يعني كل شاب يدخل على مغسلة الرملة يلاقيه ويعني يأخذ قصته منه وتطلع قصة حقيقية، يوديها يا إما مع الصليب يا إما مع لزيارات المحاميين اللي كانوا يجوا. راتب أصلا طبيعته بحب الدراسة وبحب يعني يكتب قصص، هو طبيعته بحبه، مع الوقت الفراغ اللي عايشه ما فيش مجال اللي يكتب عن حياتهم الحياة اللي عايشينها. كان هو اللي يحملني وكان يداويني، فعلا كان يداويني في عيادة مع الدكاترة اليهود، ويحملني ويقضي كل شيء وداعم نفسي ومعنى، وإن كنت أكتب معه، أنا كنت أنقله، يعني كان يكتب أول شيء كتابي أولي مرات، يقول لي تعال جلال نقلني عشان أكتب أسرع، أنقله الكتابات، هو كان يكتب بث مباشر كتابته، يعني شوف يكتب. نادي الأسير نظم حفل إطلاق النسخة الثانية من كتاب لماذا لا أرى الأبيض في مقر بلدية رام الله للأسير راتب حريبات، وعلى شرف الأسير وللدقة وابنته ميلاد، وذلك بالتعاون مع المكتبة الوطنية وحركة فتح. هم انعكاس لتجربة عايشوها، هم لا يكتبوا عن تجربة سمعوا عنها، وإنما آثارها على جلودهم وفي قلوبهم وفي عقولهم، بالتالي يعني أصدق من يمكن أن يعبر عن تجربة الأسر هم من عاشوها مباشرة وما زالوا يخوضون غمارها حتى اليوم. هذا مهمة المكتبة، أن تجمع كل ما يصدر عن فلسطين من إصدارات ثقافية وفكرية وأدبية، ومن ضمن ذلك أيضا ما ينتجه الأسرى الفلسطينيين وما يكتبونه داخل سجون الاحتلال وأيضا ما يكتبه الأسرى المحررين. يذكر أن الأسير راتب حريبات المحكوم بالسجن لمدة 22 عاما منذ العام 2002 أمضى 4 سنوات داخل ما يسمى بمشفى الرملة في خدمة الأسرى المرضى والجرحى، ولمس ورأى جميع انتهاكات الاحتلال هناك، وخصوصا الإهمال الطبي المتعمد وعدم توفر الأدوية والمعاملة غير الإنسانية. وبالعودة إليكم من جديد وإلى موضوع الرئيسي لهذه الحلقة وما يحدث في مدينة القدس المحتلة. أعلنت جماعة الهيكل المزعوم وعدد من منظمات اليمين الاستيطانية عن تنظيم مسيرة أعلام تهويدية في القدس المحتلة ستنطلق الساعة 9:45 ليلا من مساء اليوم، والتي ستمر في البلدة القديمة بالقدس، وتستهدف المسيرة التهويدية أبواب المسجد الأقصى المبارك منها الجديد والزاهرة والعمود والأصباط، لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة ثم إلى ساحة البراق. ويطابق مسار المسيرة الجديدة مسيرة الأعلام السنوية التي ينظمها المستوطنين في ذكرى احتلال القدس، والتي تمت هذا العام في 18 من مايو لعام 2023، وكانت ذروة العدوان الثاني على القدس للعام الحالي. وللمزيد حول هذا الموضوع وما يحصل من مسيرات تهودية في القدس المحتلة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مباشرة نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات. أهلا ومرحبا بك معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. تحياتي. بالبداية دكتور، المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم ينظمون مساء اليوم مسيرة أعلام ستمر بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، لو تتحدث لنا عن خطورة هذه المسيرة التي ستمر في البلدة القديمة بالقدس المحتلة تفضل. يا
يعني ما تقوم به سلطات الاحتلال من تنظيم لهذه المسيرة أو من برامج ليس يعني وليد للساعة، وإنما هذا برنامج منذ بداية عام 2023 عقدت جلسات بين وزارات وبين منظمات وبين جمعيات داعمة من أجل إيجاد برنامج تهويدي ليس فقط على مستوى المناسبات الدينية أو على مستوى الأيام، وإنما برنامج لحظي، برنامج ساعة بساعة، بمعنى أن هذا البرنامج والذي يكلف ملايين الدولارات يوميا يهدف في النهاية إلى تهويد المدينة وإلى خلق حالة من الوجود اليهودي في المدينة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك. نحن أمام تحول في الانتهاكات، بمعنى أنهم يريدون المدينة دائما أن تكون فيها برامج ترفيهية وتثقيفية وحضارية ووجودية، يريدون أن يجعلوا من مدينة القدس عاصمة الشعب الفلسطيني، أن يجعلوها محج لليهود، بمعنى أنه من أراد أن يحج فليحج إلى هذه المدينة وليحج إلى هذا الموقع. وهذا معنى ذلك أنه لم يعد هناك فقط المسيرة، المسيرة هي جزء من هذا البرنامج، الانتهاكات اليومية جزء من هذا البرنامج، الاقتحامات جزء من هذا البرنامج، الحفريات جزء من هذا البرنامج، ما تقوم به أيضا سلطات الاحتلال كبلدية القدس من هدم ومن متابعة للمقدسيين جزء من هذا البرنامج. هذا برنامج متكامل يهدف في النهاية إلى خلق واقع قداسي يهودي في داخل المسجد الأقصى، بمعنى تقسيم مكاني، ويهدف في النهاية إلى السيطرة على كل مرافق الحياة في المدينة، ويهدف إلى تحريض المجتمع اليهودي إلى المجيء إلى المدينة المقدسة وبالذات إلى البلدة القديمة. وبالتالي نحن أمام مخاطر هذا البرنامج، أنه سيخلق حالة جديدة من المزاحمة اليومية لأهلنا في وللمقدسيين في البلدة القديمة، أنه يرسل برسالة تحريضية أيضا إلى المجتمع اليهودي بأن عليكم أن تقتحموا المدينة وأن تقتحموا المسجد. أيضا هو يعني يرسل برسالة واضحة على أن هذا البرنامج من شأنه أن يسلب الهوية والثقافة والوجود الفلسطيني المقدسي في هذه المدينة. نعم، القدس أمام عدوان جديد، فيوم غد أيضا تستعد المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم لتنظيم اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى خراب الهيكل المزعوم، كيف يمكن التصدي لهذه الجماعات؟ يعني المقدسي لن يغادر مدينته ولن يغادر شارعه ولن يغادر رواقه ولن يغادر بيته، المقدسي لن يغادر المسجد الأقصى، ولذلك حينما هو سيدلك أن عليه رباط، وأن هذا الرباط أمر رباطه وثمن مقاومته، ولكن ليس أمام المقدسي إلا أن يثبت وإلا أن يرابط وإلا أن يقاوم هذا المشروع وأن يثبت في مسجده وأن يشد رحاله ويدعو غيره إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وأن يقف أمام كل هذه المخططات بثوابت، وأن يدرك أن هذه المدينة هي مدينته، وأنه في اللحظة الذي ربما يغفل عنها معنى ذلك أنه سيضيع وتضيع مقدساته ويضيع بيته. بالتالي المقدسي حريص جدا على أن يكون يعني حارسا وفيا للأقصى والقدس، والمقدسي يدرك تماما أنه ما لم يقم ويكون هو رأس الحربة للدفاع عن المسجد الأقصى فمن يقوم؟ بالتالي أعتقد أن المقدسي يتحمل أعباء كبيرة جدا، ولذلك على كل من أراد حماية المسجد الأقصى أن يساند الإنشاء المقدسي، كل من أراد أن يبقى الأقصى في ظل إدارة عربية إسلامية عليه أيضا أن يحمي المؤسسات المقدسية. وبالتالي أنا أعتقد أنه في الأوان
لحاضنة فلسطينية موحدة مع حاضنة عربية موحدة مع حاضنة إسلامية موحدة. انظر إلى القدس على أنها تتعرض الآن إلى ليس فقط إلى خطر، وإنما تتعرض إلى ترحيل من الوجود الإسلامي العربي إلى وجود يهودي. نعم، ما هي التحضيرات التي أعدتموها من أجل تكثيف الرباط داخل المسجد الأقصى والتي تمنع قليلا من الاقتحامات للمسجد الأقصى؟ هل هناك أي تحضيرات؟ الحقيقة يعني نحن من أجل هذا الصوت ومن أجل هذه القضية الآن نحن سجننا وابعدنا عن الأقصى وابعدنا عن المدينة، والآن نحن ابعدنا عن كامل القدس. أنا أتحدث الآن معك وأنا مبعد في خيمتي في بيت لحم، وأنا كنائب مدير عام. كل من يقف أمام هذا المشروع سيكون مستهدفا، وبالتالي أنا أعتقد أن أهل القدس يدركون أن مسؤولية الأقصى هي مسؤولية الجميع. صحيح أن الحراس في استنفار، وأن هناك دعوات للرباط وشد الرحال، وأيضا أهلنا في المدينة، كل المدينة وأحياء المدينة يعني شدوا رحالهم وقرروا بأن يكونوا في المدينة وأن يكونوا مع مسجدهم ومع أقصاهم، وهذا أقصى ما يملكون. أقصى ما يملكون أنهم أصحاب الأرض، أصحاب العقيدة، لن يتنازلوا عن ذلك. وبالتالي أعتقد أن هذه الإرادة القوية وهذه الرسائل التي ترسل عبر يعني فضائياتكم وعبر وسائل الإعلام صرخة تصل إلى كل من أراد الدفاع عن القدس والأقصى، لأن هذه القضية ليست فقط قضية المقدسيين بقدر ما هي قضية أمة. وبالتالي المقدس يقوم بدوره الثقافي والتربوي والتعبوي والثبات على المبادئ حين يرسل برسالة إلى الحاضرة العربية الإسلامية أن عليكم أن تستيقظوا وأنه آن الأوان كي تقفوا مع القدس والأقصى. نعم، في ظل الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المسجد الأقصى وكذلك القدس، ما هو المطلوب اليوم من الجميع لحماية القدس والمسجد الأقصى؟ نعم، يبدو هناك انقطاع بالاتصال مع نائب مدير عام الأوقاف في القدس ناجح بكيرات. سنعاود الاتصال به من جديد ونستكمل معكم آخر التطورات وما يحدث داخل المسجد الأقصى. وإلى موضوع منفصل، التقى رئيس محمود عباس في العاصمة التركية أنقرة وفدا من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية عشية اجتماع الأمناء العامين للفصائل المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بحثا لسبل تهدئة الأجواء قبيل هذا الاجتماع. وفي السياق، أكد الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري على أهمية التوصل لحل ينهي الانقسام الفلسطيني خلال اجتماع الفصائل للمقاومة المزمع عقده في القاهرة بعد أيام، مشيرا إلى أن سلسلة الاتفاقيات واللقاءات السابقة لم تحقق أي تقدم لتحقيق الوحدة الوطنية. نشاهد وإياكم ما قاله المحلل السياسي هاني المصري خلال حديثه لبرنامج شدحي لك يا وطن. منذ لقاء القاهرة في آذار 2005 ثم يعني اتفاق مكة، وثيقة الأسرى، اتفاق الدوحة، اتفاق القاهرة، اتفاق الشاطئ، اتفاق الجزائر، وما بينهما محاولات موسكو واجتماعات في لبنان وفي تركيا، وطبعا تفاهمات اسطنبول، يعني اتفاقات يعني لا أول لها ولا آخر، ولكن دائما إما أن لا تطبق أو تطبق بشكل مؤقت وجزئي وتنهار. هذا يدل على أنه لا يوجد إرادة لإنهاء الانقسام، لا يوجد معالجة لجذور وأسباب الانقسام. يعني إذا كان هناك مريض بالسرطان لا يمكن معالجته
بأساس أنه مريض بالإنفلونزا، يعني يجب معالجته كمريض سرطان. وهذا الأمر أنا واحد من الناس منذ البداية كنت أقول يجب أن يكون موضوع الاستراتيجية السياسية والنضالية في مواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية هي الموضوع الأول والأساسي الذي يجب أن يناقش، وإذا اتفقنا عليه نستطيع أن نبحث القضايا الأخرى. إذا لم نتفق عليه لا معنى للبحث في القضايا الأخرى. يعني إذا كان هناك حريق في البيت، الموضوع الرئيسي هو إطفاء الحريق وليس أثاث البيت وليس تجديد البيت. يعني هناك موضوع أساسي، إسرائيل تريد أن تحسم الصراع، وهناك حكومة في إسرائيل تقول أنها قادرة على حسم الصراع. شو يعني حسم الصراع؟ إن ضم المناطق الفلسطينية وإنهاء ما تبقى من قضية فلسطينية من مختلف أبعادها وليس يعني من بعد. يعني بدك تبلش من هذه النقطة. نعم. مش لسه تبلش. تبلش وتتفق. يعني وإذا ما كانش في استعداد للاتفاق، يعني ما فيش استعداد لحكومة، ما فيش استعداد لمجلس وطني، فيش استعداد لانتخابات. بصراحة ما هو بصيرش نضحك على أنفسنا أو نخلي حد يضحك علينا. اعتقالات السياسية اللي حتى الأمس تم اعتقالات سياسية جديدة، هذا لا يسمم الأجواء، لا يمهد الطريق للاتفاق. إصرار السلطة على نهجها بدليل يعني ما قالته بأنها ستقطع الأيادي من جذورها التي تهدد الأمن، وأن سلطة واحدة، ونحن بحاجة إلى سلطة جديدة. السلطة القديمة التي التزمت بأوسلو وباشتراطاته، وإسرائيل لم تعد تلتزم بأي التزامات، بحاجة إلى تغيير. أنا لا أقول حل السلطة، ولكن نحن بحاجة إلى تغيير السلطة حتى تكون سلطة مجاورة للمقاومة. أنا لا أقول سلطة مقاومة، سلطة تساعد المقاومة، تساعد بتوفير مقومات الصمود. لأنه المقاومة مفروضة علينا، ليس خيار من الشعب الفلسطيني. ما دام هناك استيطان وقتل واعتداءات واقتحامات وتمييز عنصري وحصار وهدم منازل وطرد سكان وتغيير مكانة الأقصى، بالتالي المقاومة ليست خيار أنت تختاره، وإنما مفروض عليك بحكم الاحتلال. قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق خضور اليوم إن تسجيل طلبة الثانوية العامة لاختبارات الدورة الثانية لتحسين معدلاتهم أو لغير المستكملين لم ينتهي بعد، متوقعا حدوث قفزة بالأعداد لهذا العام. وأوضح الخضور أن التسجيل سيكون مفتوحا حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، على أن يتم بعدها حصر الأعداد تمهيدا للإعداد لبدء الامتحانات. وتوقع أن يلتحق بالدورة الثانية نحو 20,000 متقدم، معتبرا ذلك قفزة مقارنة بالأعوام الماضية التي تشهد عادة تسجيل 15,000 طالب. أما ما يحدث بالداخل المحتل، قتل الشاب أشرف صابر عكاوي 33 عاما وأصيب آخر بجروح وصفت بالمتوسطة صباح اليوم في جريمة جديدة وقعت في مدينة طمرة بالداخل المحتل. وجاءت هذه الجريمة بعد مقتل شاب آخر مساء يوم أمس، حيث كان الطاقم الطبي أقر وفاة الشاب حسين عباس الذي كان قد أصيب بالإضافة إلى فتى آخر من جراء تعرضهما لإطلاق نار في جريمة ارتكبت في كفر كن السبت الماضي. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الحالي إلى 123 قتيلا خلال نصف عام، بينما قتل في العام الماضي 110 أشخاص، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021. تظاهر العشرات من أهالي أم الفحم صباح اليوم احتجاجا ورفضا لزيارة الرئيس دولة الاحتلال إسحاق رتسوق لبلدية أم الفحم وعدد من الأماكن والأحياء في المدينة. ورفع المشاركون في الاعتصام العلم الفلسطيني ورددوا هتافات منددة باستقبال الرئيس الإسرائيلي في بلدية أم الفحم. وأكدت القوى الوطنية والحركات الشبابية هناك أن أم الفحم ترفض الأسر له. وفي محطتنا الأخيرة لهذا اليوم ننتقل إلى الحالة الجوية.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لهذا اليوم شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل أو أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. أما يوم غد الخميس يكون الجو شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. وفي نهاية هذه الجولة تذكير بما جاء فيها من عناوين: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد ندى في نابلس. القدس أمام عدوان جديد، وجماعة الهيكل المزعوم تنظم مسيرة أعلام الليلة وتدعو لاقتحام واسع للمسجد الأقصى. 6 أسرى وأسيرات يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال. والأسير راتب حريبات يطلق النسخة الثانية من كتاب لماذا لا أرى الأبيض. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، إلى هنا نكون وإياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا وطن الذي يأتيكم عبر شبكة وطن الإعلامية. كنت معكم في الإعداد والتقديم علي طيطي، دمتم بخير وإلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحة وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.